لم يعد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي مقتصرا على الاتصال والتواصل بين الافراد، بل تجاوزت ذلك بكثير عندما اصبحت تستخدم في المؤسسات التربويه والجامعات كوسيله تعليميه فعاله وكآليه للتواصل بين الفاعلين في العمليه التعليميه معلم ومتعلم، مما اثرت على هذه العمليه طابعا تفاعليا وحيويا لم يوفره التعليم التقليدي. بناء على ذلك اصبحت اليوم تستعمل شبكات التواصل الاجتماعي في تطوير العمليه التعليميه، الامر الذي دفع التربويين الى الاقتناع بان التعليم عبرها من اهم انواع التعليم عن بعد لما كان له من اثر واضح على فعاليه العمليه التعليميه، حيث ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بانواعها المختلفه في اعاده بناء صياغه جديده للعلاقه بين المعلمين والطلبه، وهو ما سيكون دافعا قويا للتعلم ولتعزيز العلاقه بين هذه الافراد. مشكله الدراسه واسئله تعد التكنولوجيا الرقميه عامه وتقنيات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها على الشبكة العنكبوتية خاصة من المستحدثات الجديدة في المجتمع البشري، والتي غيرت من أنماط اتصاله وتواصله. وبوصف العملية التعليمية أحد مكونات هذا المجتمع وأحد عناصره الأساسية في عملية الرقي والتطور، فشبكات التواصل الاجتماعي قائمة على التعاون في بناء المعرفة، عوضا عن الاتصال بالاتجاه الواحد. ولمشاركة الجمهور، فأصبح بالإمكان إشراك باحثين ومربين وطلبة في مناقشات مباشرة ومتزامنة ومرتبطة بالقضايا والأحداث الرائعة. وأصبح العديد من العلماء فعالين على الشبكات الاجتماعية، حيث يستطيع الناس متابعتهم والحصول على أهداف أعمالهم العلمية المختلفة. وقد يوفر هذا بيئات غنية للاتصال والتواصل العلمي. سؤال الدراسة الرئيسي: ما دور شبكات التواصل الاجتماعي في إثراء البحث العلمي لدى طلبة الجامعات الأردنية؟ راح نروح على المطلب من نتائج الدراسة، نتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيسي اللي هو وهو ما دور شبكات التواصل الاجتماعي في إثراء البحث العلمي لدى طلبة الجامعات الأردنية من وجهة نظري. بوجهة نظر الطلبة أنفسهم كانت ما بين المتوسطة والمرتفعة، تتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 3.40 إلى 4.40. فيما يتعلق بالدرجة الكلية لدور شبكات التواصل الاجتماعي في إثراء البحث العلمي لدى طلبة الجامعات الأردنية من وجهة نظر الطلبة كانت مرتفعة، وذلك لدلالة المتوسط الحسابي الذي بلغ 3.1.